يدق لي حسين العبد الله يقول لي عندي مطعمي في المكان اروح له ببلاش، ورحت لك ببلاش سويت لك ببلاش عرفت، اعطيته السياره ببلاش، اعطاني ربيان غسيل اموال عرفت عرفت. فاليوم ما في لائحه اسعار، انا بطلع حق هذا ب 3000، بطلع حق هذا باربعه، هذا يبغى احبه صديقي بطلع له بكيفي. بس مشاري لا تصادرون حق الجهات المسؤوله بالتحري عن هذه الاموال، على عيني وعلى راسي. بس خلاص يعني انت مو زعلان اليوم؟ انا زعلان من البنك، وانا مو زعلان من الجهات الرسميه. ان شاء الله تنجبر خواطركم، ويعني بس يعني بقى تعليقا يعني وكلك ربيان وتلك اخر شيء من الدوله. وفي سؤال، لا لا في سؤال شال 10 رايح ببلاش. في نقطه مهمه دام ترى انا يوم نشرت خبر ما ادري عنه، ابي اقول لك شغله، انا الحين بقول لك شغله واتمنى اخوي حسين يتبناها. هل تعلم ان قانون مكافحه غسيل الاموال او القانون بالكويت لا يشمل المحامين؟ لا يشمل المحامين. المحامي يجيك الحين انا يوقع ويا حسين العبد الله اقول له يبا هذا عقد استشارات قانونيه بنص مليون دينار، ما يندرج عليها مستثنين المحامين. اتمنى انك تطالب انهم يتشون في هذا الموضوع. بس بوضح الجزئيه، بس موضوع اجر موضوع قانون غسل الاموال ما يستثني احد ولا العلاقه باحد، وهو يعاقب الاموال المتحصله من جريمه ايا ما كانت الجريمه، ايا ما كانت الجريمه، وبالتالي ينطبق على المحامي وغير المحامي. بس هي فكرة إن لما الحين محامين ما تم استدعاهم هذا موضوع ثاني. لا 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 لا. إذا هو عنده أمنية إن محامين يستدعونهم هذا موضوع ثاني. لا أنا بس هي فكرة يعني إن قانون معلومته قانون معلومة مشاري غير صحيحة. لا يعني يمكن مشاري فهمها إن ما تم استدعاء لحد حتى الآن. في نص بس في إحدى القوانين يستثني المحامين وعدة مهن. والله قال القوانين. لا بس خل بس خلنا أوضح شغلة، في قانون مثل قانون غسل الأموال، بس بوضح الجزئية ونطلع من جزئية مفيدة. إيه؟ انه قانون غسل الاموال يجرم على الاموال المتحصله من جرائم وليست الاموال المتحصله من الاعمال الغير مشروعه. شلون؟ أي. اللي بيشتغل بالسحر والشعوذه اليوم وتطلع له فلوس، يبي يودع فلوس بالبنك، بيقولوا له روح انت براءه. ليش؟ لان القانون الكويتي لا يجرم السحر والشعوذه.